طب خلاص هناكل بقى ومنفضلش نتكلم ونشمشم ونعمل في الأكل. خلاص خلاص يلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده مقلب نفخ فحم هنفخه، والله العظيم هنفخك يا احمد، اصبر بس عليا. طبعا انا مش هنسى اللي هو بيعمله فيا، مش نسيت. بس انا بكتنه، اسمها ايه، بركنه، مش مهم. انا النهارده ما عملتش اكل، ماشي، علشان احمد النهارده اجازه وانا جسمي مدغدغ وقلت مش هعمل اكل النهارده، فاستغليت الفرص السرفة بقى، استغليت الظروف. الفرصة صح. المهم ايه، قلت له هنجيب اكل من بره. فراح ايه، هو نزل هيكلم مع الناس، صحابة يعني اللي هم ملاك العمارة، نزلوا هيقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض في موضوع الاسانسير اللي مش عايز يخلص ومش عايز يتصلح ده، ماشي. فانا قلت له هطلب الاكل قبل ما تيجي. الاكل جه واحمد ما جاش، لسه بيرغي، بيحب الرغي. فالحمد لله، قلت الحمد لله. فانا جبت له ايه، بصوا تعالى قرب هنا كده، جبت له بيتزايه، ماشي، وجبت العزه هنا، وجبت لسلمى البيتزايه دي، ماشي، وجبت انا بقى الكبده دي. انا هعمل ايه الكبده دي، دي كبده يا ولاد، ها، سندوتش كبده، ودوت ليا واحد فيه، والاولاد كل واحد واحد. وهنا بقى بصوا، وجبت هنا مكرونه بالصوص وبالفريخ، ماشي، هوريكم ده كل حاجه معايا. بس انا حابه اوريكم بس المقلب اللي انا هعمله في احمد. المقلب عباره عن ايه بقى؟ المقلب عباره عن اللي انا البيتزا دي هملحها له، هتشطشطها له، هخليها له مش هينفع يستمتع بيها. انا مش عارفه النهارده انا بلعت لساني ولا ايه. بصوا هنجيب ميه وملح، استنوا خليكم معايا، وجبت السرنجة اهي، الميه وملح. اول ما تجرى الزرار ما تفتحوش الباب غير لما تقولوا، ماشي. هروح بقى ايه، حاطين بقى كده، هو هظبط لكم، استنوا خليكم معايا. بصوا بقى، انا جبت الميه، ماشي، وجبت الملح. طب انا حاسبه ايدي يا جماعه عشان اظهر بس الملح بيروح. ماشي، استنوا والنبي، بنحط له حبه شطه كمان، ماشي، هنظبطوه. بصوا بقى الشطة، الله الله عليك يا بنتي، في يا بنت، هنفخك يا احمد، هنفخك. معلش يا جماعة على وشي وعلى الارهاق اللي انا فيه، مرهقة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، عندي ارهاق رهيب. بصوا بقى، مش عايزين نبينها كده، ها، اصل انا لو حطيت في النص هبين. ايه الخوازيق دي؟ هيجي يقول لي هي مالها مخزقه لي كده، اقول انا غزقت عينيها. هي بقى تمشي في قلب العجين بقى مع نفسها، حيت امي هتظبطه كده. خد يلا بالهنا والشف، استنى. لا وانا هقعد اقول له بقى يا احمد ما تقولش، ما تتكلمش على الفيديو، ما تفضلش تتكلم على الاكل، يا احمد ناكل ومش عارف ايه. هظبط لكم الدنيا، ما تقلقوش، هخليه ياكله غصب عنه. بس حلو. يلا بينا بقى ونشوف هنكمل الفيلم. بصوا انا مش قادره النجفه اللي فوق دي عشان عماله تتهزز قوي في الصوره، فانا طفيتها دلوقتي. بص انا حضرت الحاجه واحمد لسه ما طلعش، عمال يقول انا طالع انا طالع انا طالع. ربنا يسهل بقى اما نشوف طلع امتى. بصوا البيتزا اهي، ماشي، ديت العكوف. دي المكرونه، هوريكم كل حاجه معانا دلوقتي، معلش انا طفيت النور زي ما قلت لكم كده، هو هتلاقيه طالع دلوقتي. بصوا كه 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 كه، كأني بصور بقى. اهلا اهلا وسهلا بالحاج اللي عمال يتكلم اهو. اهلا، ايه ما ده لسه كله يا احمد؟ موال طويل. طب اعمل ايه بس يعني، بيتكلموا اسيبهم واطلع اروح اغسل وشي؟ انت مجهزه خلاص؟ تغسل وشك بسرعه يا احمد عشان والله الاكل برد يا احمد. اغسل وشي وايدي يا ستي، ثانيه طب واحده. بسرعه، ما نطلع وننزل من غير اسانسير والله. نقيت بقى النور، استنوا ده انا هظبطه. يا احمد والله الاكل برد يا احمد. خلاص يا ستي، خلاص بمسح وشي. طب يلا عشان الاكل برد. طلبت لي بس زي ما قلت لك كم شيء؟ طلبت ايه؟ البيتزا.
ما هي بتزاي اهي. لا طلبتها زي ما انا قلت لك يعني. اسمها ايه مش عارفه؟ سوبر دريم دي. سوبر دريم، ما اعرفش ايه سوبر دريم دي اصلا، معرفش يعني ايه اصلا سوبر دريم. انا طلبتها لك وخلاص. هو جاي من بدري ولا ايه؟ جاي من بدري يا احمد، ما انا عماله ارن عليك تقول لي طالع طالع طالع. طب الناس بتتكلم، اسيبهم يعني واطلع. بس كده مش هل... دي المكرونه بتاعتي؟ اه دي المكرونه بتاعتك. وانا هاكل، ممكن اكل ايه معلقه مكرونه، بس عايز ادوق الكبده عشان انا جايبه. يعني انت نص كبده نص كبده. دي المكرونه اللي هي مش الصلصه البيضاء صح؟ لا ده الصوص ماشي. والبيتزاي هي المكرونه بتاعتك اهي، والمكرونه بتاعتي اهي بتاعهم. بس ايه، هناخد كل واحد نص من ده ماشي؟ افتح ولا افتح الباب؟ لما نقول السلام عليكم الاول. وبص بص، ما تقعدش تتكلم وتقول الاكل فيه حاجه، عشان بيقعدوا يقولوا ايه انتوا بتحلوا في اكلكم وبتتكلموا على اكلكم واكل الناس عمالين تقولوا عليه لا لو حتى وحش قول حلو ماشي، لو مش عاجبك قول حلو، ما تقعدش تتكلم على الاكل ماشي. لا انا كنت بنام تحت يا بنتي والله، حاسه انك بتنام. انا قفلت يعني. بص اهم حاجه الاكل يبقى حلو ماشي. طب يا ست حلوه هودي لها حقه عشان الناس بتتكلم. طب. احمد بتقعد تقول انكم بتتكلموا على اكلكم ومش عارف ايه الكلام ده. لا مش قد كده هعديها ماشي. يلا واحد اتنين تلاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ بتكونوا بخير يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد ويا رب يعجبكم. قبل ما نبدا ندعي لاهلنا في فلسطين يا رب يصبرهم ويقويهم ويرحم يا رب الشهداء ويشفي المصابين وكل الدول العربيه بالمثل. امين يا رب العالمين. يلا افتح. بصوا حطوا لايك حلو يا جماعه، ربنا يخليكم. ليه ما تبخلوش علينا باللايك يا اولاد؟ لايك وكومنت والله يعني ما تبخلوش علينا. وبصوا ان شاء الله باذن الله ما وصلتوش ما وصلتوش المقلب اللي انا عملته فيها ليه 5000 لايك. انا زعلت منكم، والناس كتير كاتبه كتير اللي هو المقلب عجبكم يا معلبك يا فرياله. لا لا انما كلهم بقول لك مقلب احمد احسن. لا تمثلي، ما حطيتلكش لايك ليه؟ لا حطيت، ما حطيتوش لايك ليه؟ حطيتين بس ما توصوش شويه. ماشي. فانت حطيتلك حلقه جميل وكومنت جميل منكم، ربنا يخليكم لينا. وشكرا على الكومنتات الجميله، ربنا يسعدكم يا رب. عماله تستعجليني ومش بعد اذنكم. على التيك توك احمد وفريال، وعلى الفيسبوك احمد وفريال. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح المكرونه الاول. نفتح المكرونه دي بتاعتي انا. كل واحد بقى بتاعته قدامه. متأكدة اللي دي بتاعتي ولا اشتغلتيني؟ لا يا بابا ده من عند الراجل اللي بيبيع، مش من اللي عاملاها. ايوه يعني هي دي بتاعتي يعني؟ اه. بس دي صلصة حمراء. ده مكرونة. لا انا جايباها بال ايه دي؟ ايه ده؟ هو جاب الاتنين زي بعض؟ اه. والله؟ بس هي ايه دي اصلا؟ ده مكرونة صلصة حمراء دي ولا ايه؟ هي الفاتورة فين عشان ابقى اقول له عليها؟ اسأليني انا مش عارف. الفاتورة. اه الواد سامر اللي فتح، ما ابقى اساله بقى. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالبيتزا عشان بردت خالص وجايبها من بدري. استنى يا بابا عشان دوت عقاب جامد بقى ان شاء الله. جايبه لك كريب بنتي؟ جايبه لك كريب يا بنتي. الايه؟ لا اعرف اللي هيجيب كريب، قلت لها دي ليه؟ ليه؟ ما انت قلت لي انا عايز بيتزا. ايوه ما انا بس ما اعرفش انت هتجيبي كريب، بس يلا عادي. ايه ده؟ لا ابدا. بسم نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم يا اولاد. شجعوني يا جماعه. انا اقدر اكتب منين ازاي؟ جميل، الاكل جميل صراحه. اكل جميل جميل جميل. تسلم ايد اللي عمل. الكريب حلوه قوي. البيتزا بتاعتك حلوه؟ اه. انا شايفاك مش بتتكلم يا احمد كده، مالك عامل ليه كده؟ اتكلم ايه يا شايفاك؟ اتكلم ايه البيتزا؟ استغفر الله العظيم يا رب. مالها يعني البيتزا؟ انا مش عارف فيها طعم غريب. تحس ان هي منقحها في ملح بارده. حاسس حته شطه وحته خلاص 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 خلاص. حاسس ان في ايه عامله، شفت انت الميه المالحه بتاعت البحر؟ حاسس ان فيها ميه مالحه كده. طب خلاص خلاص احنا قلنا ما بنقولش الكلام ده بقى قدامنا. طب اسكتي بقى، ما تشتبي حلوه وتقعدي تغزي في اللي جابوني بقى. خليني ادفع وانا ساكت.
طب كل المندور مكرونه ايه كمان. هو جزر ده ولا ايه؟ الله ده يمد. جامد صراحة. الله جميلة. خلاص يا فندم بتغزيني كل شويه جميله وجامد. ما انا بقول لك الاكل استغفر الله العظيم يا رب مش عاجبني وقاعد باكله وخلاص. ما تقعدش تضايقينا بقى. ما انا بقول لك يا احمد لازم نعمل كده قدام الناس. طب خلاص اقعدي بقى ما تقعديش تقولي جامد ومش جامد. استغفر الله العظيم يا رب ناكله غصب من عني. ليه يا والله ما عارف ايش مبلول دوت ولا ايه. دي شكلها جميله ايه. كليها بدلي. خدي بدلي هاتي كده. لا انا ما بحبش البيتزا ماشي قولي عليها. خلاص اسكتي بقى يا ست خلينا ناكل ونسكت. مالها يعني والله انا شايفاها حلو وشكلها جميل قوي. والله ما عارف فيها حاجه غريبه خالص. حاسس العجينه بتاعتها معجنه كده وملحه قوي قوي قوي. يعني انا بحب المالح مالحه جدا والله. اهو خدي دوقي وريني كده. الله جميله طعمها حلو قوي. حلو خديها. ما بحبش البيتزا. لا خديها مش هي طعمها حلو. ما بحبش البيتزا. انا شايفاها حلوه اهي. غير من انا راجل. اللي احنا بنجيب منه. ما احنا جبناش منه بجده بيتزا صح؟ لا جبنا منه كريبات بس. اخر مره ان شاء الله. كمل خلاص بقى عشان نصور بقى يا ماشي ماشي. ما تقعدش تتكلم بقى على البيتزا. خلاص هاكل هخلص اسكتي خدي. انت ما تقولي كلي 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 كانك حاسدني على الاكل اللي باكله. اه والله انت لو بتاكل اكل زي ده مش هتتمنى تاكلي. طب خلاص طب عشان الفيديو ما يبص. احنا قلنا نعمل كده قدام الناس وخلاص. الفيديو ما يبص ماشي؟ تقعدش بقى تشمشم فيها وتعمل تكاوت وتتكلم. فيها حاجه غريبه. فيها حاجه غريبه والله. الفيديو هيبوظ يا احمد. ما تقعدش تبسبس فيها وتشم وتعمل قدام الناس وبتاكل بقرف كده. لما في الحماس بقى. طب خش سيبك البيتزا شويه وخش في النص ده او خش في المكرونه. المكرونه واحد اثنين ثلاثه. حاسس ان بقي لان اخدني بقي ملح. روح اتنين تلاتة يا احمد بقى. شفايف والله العظيم. بصي شفايفي انا لسه ما غلطتش حاجه. غلطت حته كده شفايف منهم ملاحين قوي. طب يلا واحد اتنين تلاتة معلش. المكرونه مش وحشه. جميله جميله الكريب. الله التحدي على ايه بالظبط بقى؟ التحدي على البيتزاية وعلى الكريب. والله؟ بص سندوتش الكبده ده. ما تخلي التحدي على المكرونه. ازاي يعني؟ خد. من بص التحدي على النص ده ولا المكرونه؟ يا خرابي. يا احمد دوستني الفجر انت عملت شبشب. انا الاكل اصلا مش عاجبني فما تتكلميش كتير عشان ما اقومش واسيبه. يلا ابدا كنت هتبدا. طب خلاص هناكل بقى وما نفضلش نتكلم ونشمشم ونعمل في الاكل. خلاص خلاص يلا. اعوذ بالله ما بتلوي وشك ده. اعوذ بالله. طب يلا. ما هو الاكل مش عاجبني. انت بتاكلي اكله نظيفه. انا الاكل ده مش حلو. ايه؟ لا البيتزا دي سيئة جدا، سيئة فيها حاجة مش طبيعية. أنت قلت لنا عايز بيتزا. أيوه هي طعمها مش حلو. قلت لك. يا ستي بقول لك إيه ما تهدني شوية. هي طعمها مش حلو. هو أنت عايز تتكلم لوحدك؟ مش حد يرد عليك. أه هي طعمها مش حلو، خلاص. هو أنا يا ست اسكتي شوية. شيليها من قدامي هاكل أهو حطها هنا أنا هاكل. لا ما ينفعش قدام الناس. طب خلاص سيبيها بقى مش هاكل منها تاني. لا ما ينفعش. طب ما تبوظيش الدنيا. طب أكلها لي كده. ما ينفعش ما تبوظيش الدنيا بعد إذنك، ماشي؟ ماشي، ريح دماغك بقى. بسم الله.
الكبدة جميلة، حلوة الكبدة، معقولة بس عاوزة شوية توابل. افرد وشك يعني، افرد وشك وكل. والله باكل اهو. استاذ مبوظين الحاجة، استاذ. هرتم دي واكل دودو خلاص. لا لا سيئة والله، مش قادر والله باكلها، بتعكنني بتعكنني حاجة كده غريبة في بقي. البيتزا على دي، التحدي على البيتزا وعلى الكريب. مش حلوة خالص والله. خلاص احنا نقول غصب عني، كرسي على نفسك معلش عشان خاطر الفيديو. ماشي. شجعوني يا جماعه عشان اكسب ان شاء الله. انا هكسب، انا هعمل في حب. شجعوني في المكرونه ان شاء الله. ده بتقول المكرونه مش تبع التحدي. يا نهار ابيض، ده شيء. كل بيتزا، كل بيتزا. لا انا بقيت احب المكرونه، انا بقيت احب المكرونه. جميله، الأكل جميل، الأكل جميل. ولو والنبي ما تقول جميل تاني، دي بتعكنني، والكتاب اللي بتعكنني، وآخر حتة دي كلتها أعوذ بالله. بصي بصي. أها. وأنا كده أطمئن زي الكريم. أوعى يا أخويا الكريب بتاعي. طب هاتي أطمئن بس. لا يا أخويا. طعم بقي والله. لا يا أبو، مكرونة عندك وعندك الكريب. ده الكريب بتاعي، كل البيتزا بعد كده. يلا واحد اتنين تلاته، انت قطعت لي في الجدار كتير قوي قوي. لا والله في حاجه مش حلوه. لا لا يا لهوك يا فيل على الفيديو اللي باظ. فين الميه؟ انت مش ميه؟ اه مليتها ونسيت. هات المناديل. ايه ده؟ امسك يا شيخ، هات المناديل. انت بتديني حته ليه؟ خدي خدي. حد يجيب يا ابني الميه يا ابني. اقعد كمل بقى البتاع. لا لا يا شيخ انا بقي والله، والله العظيم مش هاكل بيتزا دي. شريها يعني. انا المصاريف احنا صرفناها دي كلها في الاخر هنبوظ الفيديو. انت همك المصاريف، همك المصاريف ولا همك؟ والله لا، حد قوي، حد قوي. في حاجه طعم غريب. لا مش هاكلها. لا والله العظيم، ده انا حاسس ان بقي من هنا ايه، بقي وجعني، شفايفي وجعتني. يا احمد قلت لك ماشي الفيديو خلاص. يا ست ما تبصيش الفيديو، خدي كليها انت. ما ينفعش في نص الفيديو انه اعمل كده، ما ينفعش. هنبدا ونقول للناس انا نفسي، قول لهم نفسي جت على البيتزا وكلي البيتزا. لا انا ما بحبهاش، هم عارفين انا ما بحبش البيتزا. انا هاكل بيتزا ليه؟ انا قلت لك ما تجيبش بيتزا، هات كريب. قلت لي لا انا عايز بيتزا. ده لو حرقها ماشي، انما ده ملح قوي. ايه ده؟ هات يا بنت الميه. فين الميه؟ لا اله الا الله، انا شايفاها شكلها جميل. كليها. لا مش هاكل، انا ما بحبش البيتزا. فين الكوبايه يا سمسم؟ بشرب من انا حاطه الكوبايه جنبها. يلا يا سمسم بسرعه يا حبيبي. استغفر الله العظيم يا رب. المكرونه جميله اهي. يلا يا احمد بشر الفيديو ما يبصي. حد قوي والله العظيم، حد قوي، حد قوي. اضغط على حد اقول كمان. في حاجه يعني باجي اقولها من جوه كده احس ان هي كانها معجنه. معلش اضغط على نفسك. معلش هنعمل ايه؟ طيب فيديو بيتصور يا احمد عشان ما يضيعش كل المصاريف دي. معلش يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بص السوسيس اللي عليها اساسا بص مش مستوي، ولا السجق ده. انت طالما عرفت منها هتفضل تطلع لي فيها الاوضه الفصانه. طب يعني هي طب ما تدويني كده، انا عاوز اشوف انت جايبه لنفسك حاجه وجايبه لنا حاجه ثانيه. دويني كده الكريب. دوق، انت مش هتبرد غير ما تدوق الكريب. دوق. لا مش هاخد بيتزا والله، انا حبيت البيتزا مش زعل. يلا بقى عشان نبدا. ها خد انت عينك فيه، خدي. وانت كلته بتاعي، ما انا هاكل ايه قدام الناس؟ امسح وشك بالمناديل. ده سيء قوي، ده سيء قوي. مالك عينيك كده ليه؟ الحدقان ده والله لا رخم قوي.
انا مش عارفه ايه اللي جرى لك النهارده. لا حادق قوي والله العظيم، انا حاسس ان بقي شفايفي وجعتني قوي والله، حادق جدا. بروح ارجعها له بقى. ما تديش لها قبل مطفح. لا ما انت كملها عشان الفيديو بس، احنا هنروح والله هترجعها له الفاضي. اه رجعه له، اقول له شوف دق البيتزا بتاعتك شوفها عامله ازاي. يلا احنا مالناش حظ في الاكل من بره خالص، مع ان الراجل ده حاجته جميله، الكريب بتاعه جميل فوق الخيال، والكريب ده حلو. جبنا منه كريب في العيد ده صح؟ اه كان حلو والله. ما هو الكريب ده منه، كل بكده بنفسي مفتوحه يا احمد، كل بنفسي مفتوحه. لا لا والله ما لا 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 اله الا الله. لا لا مش هاكل منه والله. لا لا اله الا الله. لا والله مش هاكل منه، مش هاكله براحتك، خسريني اعملي اللي تعمليه، مش هاكل منه خلاص. يعني ده كده خسر. طب يلا واحد اتنين. طب خلاص يا جماعه احمد كده خسر وما رضيش ياكل البيتزايه. لا لا مش هاكل منها تاني بجد والله. آه انا خلاص خلاص كده. بص عشان بس تبقى عارفين انا عمال اجي على نفسي اساسا، البيتزايه سيئه 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 كلمه سيئه. انت بتقول ليه قدامك؟ لا ما هي وحشه. لا هي وحشه، هي ما ينفعش، هي وحشه خالص. انت بتقول ليه قدامك؟ ما تقفش قدامهم. لا ولا اقول ولا ما اقولش، استغفر الله العظيم يا رب، حتى اكني فيها ميت مخلل يا ابني قدامك. ما بصيه بصيه بصيه. لا 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 مش قادر والله. المهم طلع اللي في قلبك والله العظيم من هنا ما قادر، الملح كله طالع على شفايفي. بص يا جماعه هو ما رضيش ياكل البيتزايه وقال كده ايه من الاول. ها ما رضيش ياكل البيتزايه وقال لي كده خلصت انا كده انسحبت، هو انسحب خلاص بيكمل مكرونه، وانا كده اعتبر خلصت، هو اللي انسحب ماليش دعوه ولا خسران. عمال يقول البيتزايه حادقه والبيتزايه مش عارف ايه، وانا مع اني ما حطيتلوش ملح كتير في قلبها، يعني لما نخستها ما حطيتش ملح ولا شطه كتير، ده حاجات بسيطه كده، يعني حاجات بسيطه يا احمد في البيتزايه كده. ملح ايه؟ ملح انا غسلتها لك بملح كده عشان تاكل وتتبسط. خلاص يا جماعه يلا بينا نجري. طب ورحمه اهو ما حدش هياكلها غيرك، كل برضه ليه دول العك اللي انت بتعمليه. انت عينك في الساندوتش بتاعي. خليها تروح بقى. اقسم بالله وعينه في الكريب هي بتاعتي، مع انه طلعت كريب بقى لي. لا مش هجيب كريب. مع انه كنت كريب كنت عملته. لسه واكل قريب الكريب. والله شفايفي بص، والله شفايفي والله مش عارف باينه ولا لا. لا كلي كلي واحده والله. لا والله ما كده. كلي كده. لا مش عارف. لا لا كليها. لا لا كليها. لا كليها. لا كليها. لا لا كليها. والله شفايفها حرقاني كده، اكيد في حاجه عماله تاكل فيها، بس عادي عادي. بس حلو المقلب؟ لا طبعا لا طبعا هري على الفاضي. جميل المقلب يا فريالة، جميل 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 المقلب يا فريالة. على فكره الاكل حلو، البيتزا كانت طعمها جميل، بس انا عملت لها الملح، والمكرونه طعمها حلو يعني. لا بس برضه غير الملح يا جماعه، تحس ان هي معجنه كده. معجنت من الميه، انا حاطه ميه وملح مش ملح بس، انا غنزه ميه ملح فعجنت العجينه. لا يقرفك يا شيخ. وقلب جالك قلب تعملي كده؟ ايوه امال ايه؟ مش عليا انا، على ان انت تضيع فلوس البيتزايه. مش مشكله هاكلها له هاكلها له. لا مش هاكلها، مش هاكلها والله، مش هاكلها تاني. لا هاكلها له هاكلها له. بس انا المكرونه كويسه، بس انا مستغرب الجزر اللي عليه. طب نزيع؟ ها؟ زيع بس قولوا قولوا رايكم بامانه والله، المقلب بتاعي احسن ولا الرخامه؟ تقول رايكم المقلب بتاعي ولا بتاعي؟ ولا الرخامه بتاعتها؟ انا حبايبي مش مقلب ده رخامه. حبايبي اللي بحبهم وبموت فيهم. شفتوا انتوا اللي هو اللعبه بتاعت ازاي تخنق جارك؟ هي دي. لو حطيت له اكل ملح في الاكل ومش عارف ايه ويجري يولع له في الغسيل والكلام من ده. بس حلوه نزيع؟ شفافك ولعي؟ مش حراقه، حادقه الحدقان اكني ايه؟ بس انا حاطه له يا جماعه بتاع معلقتين كبار كده. بياكل هنا والله في بق. انا قلت الشط اللي على الوش ديت هو رشاشه عادي. لا انا رشيتها برضه بظبط لك. بس مش حراقه البتاع، مش حراقه. انا مفيش حرقان في زوري ولا في بق، البتاع كله هنا الملح. اه في الحته دي حلو. يبقى حلو ولا مش حلو بقى؟ لا مش حلو. ما انا ضايقتك اهو. مش حلو. لا حلو. لا لا اقول حلو يا حلو يا جماعه بالله عليك. ايه عادي حلو. طب يلا يا حلو.
انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ ده العيال كلها كانت واقفه لي ورا الكاميرا وانت تحت. وما تقوليش يا سلمى ولا انت ولا سيف. برافو عليك وحافظين السر والمقلب. برافو برافو. ايه ده يا سيف؟ برافو برافو. انت بتيجي تنام في حضني وما بتيجي ماما تضربك وتيجي انا بحوش عنك. هو انا بضربك يا سيف راجل ابوك دوت اللئيم اهو؟ لا يعني ماما ما بضربكش وتخاف منها وتجري وتخبيني؟ هو بيخاف ويجري لكن مش بضربه يا ابني الايه؟ المهم يا حبايب قلبي قولوا لي رايكم في المقلب ده، والله كان حلو وكفايه انا ما خليتوش كلب وكفايه انا خليت نرفزت والله. بس يا مقلب ايه جاي يا ميت؟ انا عاوز اكل حاجه ضيعت الطعم اللي في بقي ده. المكرونه حلوه على فكره. كنت مسافر بالجرد الجزر. يلا يا حبايب قلبي. طب نذيع؟ عادي 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 تذيع. وكمان اعمل بس ده مش هيجي حاجه. في النت احمد وفريق في التلفزيون. مهما انا عملت مش هيجي زي اللي انا عملته في المره اللي فاتت. والله نسيت الملك وانا براني ايه. لا بس انا ضايقتك. الناس كلها دخلت عليكي واتنرفستي واتنططتي. لا وانت اتضايقتي برضو من الاكل. ايوه اتضايقت من الاكل. بس ده مش مقلب. لا مقلب يا حبيبي ده كفايه بس ان انت ما عرفتش تستمتع بالاكل. والله العظيم خالص. دي كفايه. يلا يا حبايب قلبي يا رب بنقدر. وانا طول النهار عمال اتفرج على الاكلات واللي خلاني ضربت بيتزا اسال. انا طول النهار عمال اتفرج على الناس بتعمل بيتزا. انا قاعد بقى النهارده فصاحي من بدري فعمال اقلب ايه في طرق عمل الاكل ومش عارف ايه. قمت اخترعت اختراع كده الصبح. بس طلع حلو. طلع حلو والله. طب اعمله. انت ضحكت اهو اتبسمت اهو. اصل مش فارق معايا. مش فارق معاك ازاي؟ انت ما كنتش عارف تاكل. لا بس عملت شويه اكل الصبح 10 10. انت بتعلمني يعني بتقول اللي انا بارد ومش فارق معايا عقاب مقلبك؟ انت بارد يعني مش فارق معاك العقاب؟ عادي العقاب حلو. حطوا لي لايك حلو يا جماعه ربنا يخليكم كلكم. هي مش عاوزه تديني حق في اللي انا عملته الصبح الفطار بتاع الصبح. ما انا بقول لك اهو. كان ايه رايك؟ بقول لك كان جميل. انا قلت كان جميل. لا مش جميل بس كان تحفه. انت ما تخليش زيه قبل كده. ايوه ما كانت زيه قبل كده. انا قبل كده؟ لا والله اخترعت فيه شويه اختراعات بس طلع كده. وهي قاعدة كده وحاطط لها طبق وزيتون وبتاع ومروقة جنبي على السرير اهو عشان ما تقعدش تقول لك ما بيساعدنيش. قلت لك انا واخد جعان. ساعد سمير بس. طب ما انا جعان ممكن اكل لوحدي. ما انت صحيتك قلت لك تاكل كل يوم. هتاكلي معايا يا بنتي؟ قلت لها تاكل ايه؟ الاكل عبارة عن اقل مالكيش جعان خش اخترع. هتاكلي بس معايا؟ رحت لها ما ردتش صراحة مش عارفة هو هيعمل ايه. المهم راح وجه. ها اعمل حسابك يا بنتي تاكلي. قلت له ماشي حاجة بسيطة كده. المهم لقيته داخل لي بالصينيه بقى والفينو بقى والحبه الشكنات في قلبي والزيتون. لا بس كنت مظبطه والله. بس دي بقى سالي ده ايه؟ اصل هم كانوا العيال كلها نايمه. كانش حد صاحي. وكانت الساعه كام؟ كانت 4 العصر. بيض بيض عملت بيض والله. بيض مسلوق بتاعنا بتاع امبارح اللي احنا اتعشينا بيه. بس بابا قطعه مع حاجات بقى وكشنات وحطه في شندوتش مع فلفل اخضر الكلام ده. اشتكنات اشتكنات. يلا يا حبيبي اسدد نفسي على الاكل والله. والله انا نفسي اسدد خالص والله العظيم انا كنت ميت من جوه. طب ايه رايك حتى المكرونه مش قادر اكملها. نذيع؟ نذيع يا ست عادي. نذيع يا حبايب قلبي. هو ضحك واتبسم. بس استنوا بس والله العظيم فيها عمايل. على الله على الله. انا كده كده مفكر لك في حاجه ربنا يكرم. على الله ماشي. على الله. بس على طول قوي كده يعني وراها بترد في ثانيه كده. ما سيبش حقي على طول. الناس قالت لي خد حقك يا فراق ولسه انا باخد حق على طول كده. انا هنزل بقى اكمل مع الناس ولا انا مش ما اصلحش الاسانسير. انا خليك عليا لما يطلع عليا ليك طلع الاسد. على فكره الناس دي احنا الثلاثه متفقين مع بعض. الناس وماما الناس وماما وانا متفقين مع بعض عليك. يلا حط لنا لايك. بس قبل ما نختم بقى ندعي لاهلنا في فلسطين يا رب يشيل عنهم البلاء ويصبرهم ويقويهم ويرحم الشهداء ويشفي المصابين امين يا رب العالمين وكل الدول العربيه بالمثل امين يا رب العالمين. يلا السلام عليكم. على التيك توك احمد وفريال على فيسبوك احمد وفريال. مع السلامه. السلام عليكم.